تكلم على في قصة يوسف، قال أخفي الهوى ومدامعي، فشرح القصة في قصيدة بسيطة، فقال أخفي الهوى ومدامعي تبديه وأميته وصبابتي تحييه ومعذبي حلو الشمائل أغيف قد جمعت كل المحاسن فيه. فكأنه في الحسن صورة يوسف وكأنني في الحزن مثل أبيه، يا محرقا بالنار، يا محرقا بالنار وجه محبي، مغلا لعل مدامعي تطفي. احرق بها جسدي، احرق بها جسدي وكل جوارحي، واحرص على قلبي، واحرص على قلبي، لأنك فيه. إن أنكر العشاق فيك صبابتي فأنا الهوى، أنا الهوى، أنا الهوى، وأخ الهوى وأبي. أمس في العرس سويت شيء زي كذا؟ أكيد، يعني فرايحي طبعا. طبعا أكيد. مثل إيش؟ احنا عندنا كل العرس حقنا فرايحي كامل، يعني زينا احنا. فنبدأ البداية بسم الله، بسم الله، الله يا الله، في أول الذكر نبدأ، الله يا الله، يا الله، الله يا الله، هيا لنا منك رشدا، الله يا حمزة، يا حمزة، الله يا الله، مبروك بهذه الأمسية، يا الله، تقوى الله، تقوى الله، الله يا الله، اجعلها لك وصية، يا الله. هناك تعدد ألوان طبعا. طب انت معلش امس قاعد تسوي تنشد زي كذا، من اللي قلط على العشاء؟ حتى نهايه لا، من اللي دخلهم العشاء، انت ولا غيرك؟ والله ما الصدق بالامانه ما تاخرش خالص. لا بس يوم جاء العشاء قلت تفضلوا يا زي كذا، تفضلوا على العشاء. ايوه. لا نهايه الزفه وانت تنشد، راحوا تعشى وخلصوا. نهايه الزفه بنديها شامي، بنديها شامي. اوف 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 يا مشكل ما شاء الله. بسم الله فتحنا الباب، بسم الله فتحنا الباب، هو على السنة والكتاب، على السنة والكتاب، هو حمدا يا رب الأرباب، حمدا يا رب الأرباب، هو بدنا زوجي يا أحباب، بدنا زوجي يا أحباب، وما تطلع برات الباب، ما تطلع برات إلا بإذن الزوجية، إلا بإذن الزوجية، وبدنا زوج حالها، بدنا زوج حالها، وما تظهر جمالها، وما تظهر جمالها إلا لحلالها، إلا لحلالها. شنق ليلة، شنق ليلة، ما شاء الله. عرس عرس على طول، عرس أبو حمزة وشغل. الآن في بعض الناس ترى ينقدون علينا، يقول عروسكم نايمة، إذا جاء العرس يصير يعني بس يولا سوالف. والآن في بعضهم الله يصلحهم، ذا اللي يعني يدقون عرضة
من يوم يبدأ يفتح القصر يشتغلون في الطبول، والله اني قاعدين في